ما هو اكيد هو يعني حب خالص اها وحب ممتد وحب ابنوسي عبر الحبيب محمد سعد. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير عليك، صباح الخير حسام، طبعا انا الكلام الجميل. كنت حقول ما هو الا محمد حبيب السعيد، هكذا اعتذر يختلف كل برامجه الموجوده. تسلم يا سيدي، صباح الخير على كل المشاهدين والمشاهدات لهذه القناه الشروق التي تضيء السودان. يعني كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وانت طيب، قد زاملتنا فيها لفتره من الزمن. الله يديك العافيه. نعم، سعيدين بهذا الهاشتاج، الحب اولا والانسانيه دائما. هذه الكتابات التي تصدر، هذه المشاركات عبر السوشيال ميديا، الهدف والمقصد. طيب خليني مثلا اقوم اقول لك حاجه ممكن تكون مسعده، من يعني اللون الجميل اللي انت لابساه ده والاناقه اللي انت فيها دي. شكرا. جزء من الحاجات اللي بتبعث على السعاده يعني. يديك العافيه. ما قصد قميصك طبعا خالص. الفكره الاساسيه انه احنا محتاجين الى طاقه ايجابيه، محتاجين الى قدره على انه نكمل رحلتنا ويكون مشوارنا في الحياه مشوار ممتاز جدا، ونكون حاسين بدرجه من درجات الرضا والسعاده في حياتنا. لانه اغلب الناس مشكلاتها الكبيره جدا انه ما شعر بالرضا وما عندها القبول حتى لنفسها، يعني القبول مش الاخر، لانه فكره الانسانيه قائمه على قبول الانا وقبول الانا الاخر. صحيح. يعني في ناس بتكلموا عن حاجه اسمها الانسانويه، اللي هو دي بيتكلموا فيها عن مجموعه الخصائص والصفات اللي بتخلي الانسان عايش ضمن مجتمع. في فلسفه جنوب افريقيه بتتكلم عن انه احنا كبشر لا يمكن ان نعيش منعزلين عن الاخر. يعني انا احتاج الى مجموعه اشخاص اتعايش معهم، اعيش معهم عشان اقدر اعيش مع الاخرين. لانه بركه ما حتعمل اي حاجه. طبعا. زي الحوار اللي قبل شويه كان شغال. مشروع البناء والاعمار في السودان محتاج الى تكاتفنا، الى انه احنا كلنا نكون مع بعض، الى انه نتقبل بعض، الى انه نحاول نشوف انا ممكن اطور في الاخر كيف، كيف ممكن اقتنص الفرص والسوانح الموجوده عند الاخر عشان انا استفيد منها. جميل. اذا عاوزين ننزل الحاجه دي على مستوى البيت وعلى مستوى الاسره النوويه والاسره الصغيره، كيف نخلي المحبه اللي بيبدا بها محمد حبيب دائما شعار والحب اولا، كيف نخليها هي اولا في كل الاسره في هذا المجتمع البسيط؟ طيب انا قاعد اقول لعنايه المشاهدين انه الحب اولا، الحب اولا، لانه احنا من غير الحب ما بتكون عندنا قدره انتاجيه، وما بتكون عندنا طاقه بتاعت عمل، وما بتكون عندنا حتى قدره على العطاء بشكل افضل، وما بنكون حاسين بالسلام الداخلي المفروض يكون موجود جوانا. فالحب بيبقى اولا وبيبقى اساسي في كل شيء عشان ابني، لانه بعد ذاك بتنبني كل القيم، المثل، الاخلاق، المبادئ، الكرم، الشجاعه، العطاء، المسامحه، كل الاشياء بتجي لاحقا لما يكون هو الحب الاساس. الاسره اللي بتحب بعضها، اللي هو الحب يكون بين الوالد والوالده والابناء والبنات، بيقدروا معناتها هم في البيت عندهم حاجه اسمها الحوار. طالما في حب معناتها في حوار. في حوار دافئ جدا. طالما في حوار معناتها في اهتمام. صحيح. طالما في اهتمام معناتها في استماع، معناتها انتم بتستمعوا لبعض، بتقدروا حاجات بعض. الحاجه الحلوه جدا اللي بتخلي علاقاتنا جميله جدا الاهتمام والاحترام والتقدير. بالتأكيد. بجد يعني ده الاساس في العلاقه. اذا امنا على لغه الانصات في حياتنا اللي هي من خلالها احنا نقدر نعزز حواراتنا الدافئه الاسريه، ونرجع يعني عاداتنا وتقاليدنا السودانيه في لمتنا في صلة الغداء او شاي المغرب. الله عليك. ده اكبر حب ودي اعظم انسانيه. لكن خلينا نجيب في انه حبنا لازم يكون ممتد بيناتنا. صح. ونبعد شويه عن العنصريه، ما نقول فلان كده وفلان كده، ده لونه كده وده لونه كده. اذا بعدنا عن الحاجات دي وخلينا الحب جوانا ماشي ممتد، اكيد احنا حنعظم الانسانيه. لانه اذا حصرنا الحب في العلاقات العاطفيه فقط، لانه في ناس عندها فكره انه الحب ده فقط موجود في العلاقات العاطفيه. الحب هو كلمه ممكن تبدا وتتطبق على الواقع، عايزين نطبقها. تتذكري زمان كانت في المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، في النهايه اتحدوا. اليمن السعيد نفسه كان يمن جنوبي ويمن شمالي، في النهايه اتحدوا. الاصل في العلاقات هو انه احنا بنعيش مع بعض. ممكن نكون مختلفين اثنيا، مختلفين ثقافيا، فكريا، دينيا، بس في مجموعه بتاعت قواسم مشتركه بتجمعنا. يعني مثلا خليني اقول السمحين، الجميلين، الحلوين، الطعمين، اللذيذين، السودانيين الاصيلين جدا، النوبه والبني عامر. صحيح. كميه المشاعر الانسانيه والنبيله وكميه الحاجات الطيبه جدا اللي بتجمعكم اكبر من الحاجات اللي بتفرقكم. المعالي والرزاقات، كميه الحاجات الحلوه والسمحه اللي بتجمعكم اكبر من الحاجات اللي بتفرقكم.
الزرقاء والعرب في دارفور كميه الحاجات اللي بتجمعكم، القواسم المشتركه اللي بتخلينا السودانيين، يعني الواحد لما يقول سوداني يفتكر انه دي حاجه عظيمه شديد. يعني انا لما بسمع تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني بقول اوبا دي ورطه شديده، يعني ورطه انك انت ما سوداني حقيقي يعني. فانا افتكر انه احنا محتاجين نفعل قبولنا للاخر عشان نعرف ندي، عشان نعرف نعيش بسلام. لانه اليوم الولايات المتحده الامريكيه فيها عنصريه، ما في اثنين ثلاثه. صحيح. نعترف انه بلدنا برضه فيها عنصريه وفي ناس بتتعامل بعنصريه. طيب الاساس في الموضوع انه احنا نبدا نؤمن انه في حاجات سلبيه، طاقتنا وقدرتنا الايجابيه هي اللي بتحرك هذا الجمود لصالح انه احنا نكون اقوى ونكون ابقى. صح. فده اللي المفروض نحركه يعني ونضع، يعني انا بالنسبه لي عشان نمشي لقدام اكثر خلونا نضع لبنات اساسيه وسمات اساسيه للتعامل. دستورنا وقانوننا بيقول انه والله المواطنه هي الاساس، طالما المواطنه اساس خلاص خلونا نكمل رحلتنا في المواطنه، في الحب، في الانسانيه، في الحاجات السمحه. يعني ليه نحن اصلا ما اقدر اقول راضين، ليه نحن اصلا ما قادرين نتقبل بعضنا زي ما دايرين؟ اذا كانت في نماذج، خلينا نقول ان نماذج هي بسيطه جدا، ما عاوزين نعمم. تقبل البعض شيء مهم جدا، تقبل الاخر، النظر الى هذا. صح. الاخر بعين الجمال، بعين الانسانيه، بمراه الحب العاكسه دائما لك، دي كلها ممكن تكون حاجات ايجابيه جدا. ومساله الوعي برضه، نشر الوعي واهميته، وجود مؤسسات، وجود اجسام، وجود منظمات، وجود ناشطين حتى يعني في هذا المجال تحديدا، لانه الوعي في الجانب ده هو السلاح المهم جدا. لازم كل زول يكون واعي بالحته دي عشان ما يقدر يمشي فيها خطوات ملموسه. يا سلام عليك، يا سلام عليك على الكلام البوزيتيف انرجي بجد. يعني البيت العربي الذي يقول تأبى الرماح واذا اجتمعنا تكسرة، معروف يعني. عارف انا حستخدم عبارة السياسيين الدارجة هذه الايام، انه في طرف ثالث مستفيد من انه احنا ما نكون مع بعض. يعني خلونا نفكر في دي بشكل اقوى، انه في طرف ثالث مستفيد في انه ما نكون اقوى. السودان بامكانياته، بقدراته، بالمياه، بالبحار، بالانهر، بالثروات الداخليه، بالانسان السوداني نفسه. يعني صدقني انت كانسان سوداني انت زول عظيم جدا، انت قوه مذهله جدا، انت طاقه خلاقه، انت جبار جدا. يا اخي شوف حاجات كل نجاح في العالم سوداني. لا حقيقي الشخصيه السودانيه شخصيه مذهله جدا. يعني على قول حسام بتمشي برا بتشوف انه في سودانيين عاملين حاجات، يعني موجودين الان في وكاله الفضاء الامريكيه ناسا، موجودين في اكبر المعامل البحثيه والعلميه في العالم، موجودين حتى في صناعه القرارات السياسيه الكبيره ومن بدري خالص جدا. فاحنا هنا ليه ما ما ما, ما كده؟ مع ايماني بنظريه الطرف الثالث بس ما 100% يعني. في حبه كسل في بعض الشخصيات اللي ممكن تكون هي قياديه ورياديه، يفترض بها انها تكون محفزه اكثر في انه نبتعث كميه القدرات والطاقات الجميله اللي عندنا. صح. امل، بتتذكر لما بديت كمذيعه اكيد ما امل الان نجمع على قناه الشروق الفضائيه، تعبت على نفسك، اشتغلت على نفسك. صح. قلت انه انا عندي حلم. بتتذكر يا حسام بداياتك وحاجاتك الجميلة؟ بتتذكر إلى مدى أنك كنت بتفتش عن الكتب، بتفتش عن الدورات التدريبية، بتفتش عن الكورسات، عاوز تطور من قدراتك؟ هو كده الإنسان. لا، لو ما تعبت على نفسك، لو ما اشتغلت على نفسك، ما حتقدر تمشي لقدام. ما في زول على فكرة بيجي بيقول لك والله يا سيدة الفاضلة أبل، سيد الفاضل حسام، تفضل ملعقة الذهب وكل. لا ما في، ده ماما هي اللي يعني مونا ديزول بيديم على قد ذهب. ما لا ماما بس يعني ماما بس هي اللي عندها القدره انه تعمل كده. زميل محمد، يعني احنا الان في ايجابيه في يعني انا حاسه انه كده يعني الاستديوهات طالع بينك كده يعني قمه الايجابيه اللي انت طرحتها الان من خلال هذا الصباح. احنا محتاجين لهاشتاجات زي دي تتحدث عن الحب وعن الانسانيه، لكن هل المفروض انا كانسان باعث للحب ولتعظيم الانسانيه المفروض اكون اعمل الهاشتاج ده اسبوعي، شهري، نصف شهري؟ هل ذاتي اكون في كادر بشري يدربني على الحاجه دي؟ طبعا. الان اصبح علم التنميه البشريه، الطاقه الايجابيه، طرد الطاقه السلبيه، البحث عن المشاعر الايجابيه والنبيله، البعد عن المشاعر السلبيه، كل اليوم اصبح علم. يعني
زيه زي الاستشارات النفسية، زيه زي الاستشارات الأسرية. يعني الما متزوجين أنا دار أقول لهم إنه والله اليوم في علم مختص جدا بعلم الأسرة بيقول لك والله إنه اختياراتك المفروض تكون عاملة كيف. يعني شريك الحياة، الزوج، الزوجة. حسام طبعا بيتبسم في الموضوع ده في باله. يعني الاختيارات ذاتها المفروض تنبني على شنو؟ احنا في ديننا وفي اسلامنا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما بيوصينا بمساله الاستشاره. يعني ما خاب من استشار. ما بتضيع عليك الحاجات لو بحثتي عن الافضل، لو مشيتي فتشتي عن الحاجه اللي ممكن ترفع من القدرات، من الامكانيات، تخليك مؤهله اكثر. اليوم قعادك في حته واحده ما بوديك لقدام لسبب بسيط جدا، لان الوقت لا ينتظر، ولأن العالم لا ينتظر، لأن العالم لا ينتظر، لأن الوقت لا ينتظر، عليك أن تتحرك الآن. والعمر ذاته ما بينتظر. عصرت علينا شديد. لا لا, لا العمر ما بينتظر. أنا كده يعني اللحظة لازم تعيشها بجمالها وبحبها. حقيقي أنا عاوز أقول لي على كلام أمل لحاجة بس. أخذوا دي كمان، يعني الناس اللي حاسوا إنهم هم كبار في السن، حاسوا إنهم هم سمان جدا وبدينين وما قادرين يكونوا رشيقين، حاسين إنهم هم نحيفين شديد والموضوع ده عامل لهم مشكلة. أنت الناس ما بتعاملك على هيئتك وعلى شكلك، صحيح لازم تكون هندام، لازم تكون ضيافه، لكن نحن جواهر. احنا جواهر اصلا كبشر، يعني لانه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم، بس الانسان جوهره. نعم. يعني جوهرك هو اللي بيحدد قيمتك. صح. وطريقتك في التعامل أنا مع الاخرين. في جوهرك بحدد قيمتك، لا لونك، لا عرقيتك، لا جهويتك. تمام. ممكن احنا ننشر الحب ونعظم الإنسانية من خلال تبادلنا للحب في كل مكان. أكيد. صحيح حسام؟ صحيح صحيح. وأنا لسه زي بفتش في مؤسسات، لكن خلينا أختتم بمقولة، يعني ما حقول أنا، حقول أنت طبعا، لأنه أنت من تبعث اليوم الطاقة الإيجابية في صباح الشروق. طيب أنا حابب أقول لكم شكرا على الصباح الجميل. شكرا ناجي فاروق، شكرا لكل المشاهدين. اتذكروا دائما انه احنا طاقه مذهله وقوه مذهله جدا، انه انت كويس جدا لما تقتنع انك انت كويس، لانه جواك افضل ومليان جوا كميه من الفرص المميزه جدا. الفرص موجوده وسهله والوظائف متوفره جدا، وشغلك الخاص على فكره برضه متوفر لما تبدا تقرر انه انا عاوز اعمل كده. لا لون، لا دين، لا عرق، لا منطقه بتحدد انا منو. انا بقدر اقدم للاخرين شنو؟ بتعامل مع الناس وفقا للاحترام والحب. يا سلام. كيف؟ غدا سأخبركم أن الدنيا لا زالت أفضل، الحب أولا والإنسانية دائما. محمد حبيب السعيد، ما في أحلى من يعني ختام أحلى من كده. ختام إحنا هنرفع شعار طوالي. مع السلامة.